مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وكيف ما كتشاهدوا معنا، احنا الآن مع هذا الشاب اللي واحد الكلب بالليل ضربه وقعت ليه واحد الحادثة ديال السير بالموتور اللي تهرس من رجل ديالو. للأسف الناس ديال لاسيرونس ما بغاوش يعوضوه، خاصة أنه ما ضربوه حتى شي حد. الكلب أخويا اللي ضربك ياك طيحك من فوق الموتور. دابا هذا الشاب الحمد لله دار العملية ودار الحديد في رجليه، ولكن كنعرفوا ان دابا هو الخدمه ديالو اللي كتبغي واحد الجهد وكتبغي انه يوقف، دابا ما بقاش خدام، عنده عائله، معيل اسره. دابا حاليا ما كاينش اللي غيعيل هذه الاسره هذه. النداء ديالنا الوحيد للناس المغاربه لداخل وخارج ارض الوطن يساعدوا هذا الشاب غير مؤقتا، بما رجع صحته ورجع ان شاء الله وقف، وهو ان شاء الله غترجع الحياه كيف ما كانت قبل. السلام عليكم اخويا، شنو المشكل اللي عندك وشنو النداء ديالك للناس اللي قادرين انهم يساعدوك، خاصه ان حتى لاسيورونس ما بغاش تعوضك على هذا الاكسيدون هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الوالدين. دابا انا هو الراب ديال هاد الاسره هادي، تنخدم عليهم ولا داكشي. ايوا دابا كيفاش وقعت لك الكتيبة اخويا؟ كنت في الليل غادي خارج، ما عرفتش شنو نجيب من الحانوت ولا شي حاجه، وخرج ليا كلب في الطريق، خلعو شي واحد يعني الكلب بالخلفيه. ضربك بالموتور طحتي؟ داز الموتور بحال قاطع الشانطي، وخلعوا شي واحد، لقيت اللي غيرجع دخل لي دخل فيه وتهرس في رجلي، وما كاين لا حفره لا والو في الشانطي اللي غيقبلوا لي لاسيرونس باش يقيدوا يعني معايا. غير الكلب ضربك بالموتور طحتي، مشى الكلب بقيتي غير انت طايح. صافي، ملي طلعت مشيت للسبيطار قالوا لي راه مهرس، راه غدير عمليه ديال الحديد في الكوبشي، وجمعوا لي الناس يعني اللي دابا جمعوا لي لاسيورونس ما داكشي. بغاش تعوضك نهائيا، مشيتي لا لا، عندهم سارونس رفضوا لي، رفضوا لك ما الدوسي. قيدوا، قالوا لي ما قيدتيش وما جيتيش لومبيلونس، اذا قالوا لي ما عندكش دوسي اصلا، يعني ما بغاو يديروا معاك حتى ما شي بغاوش حاجه. يصوروا لي دوسي. اها خويا، دابا باش تعالجتي كيفاش درتي؟ درتي الحديد؟ الناس اللي هضرت معاهم في السبيطار، شي وحدين من هذوك الطبانيك اللي صايبوا لي العملية، تعاونوا معايا وجمعوا لي فلوس الحديد، داروا لي الحديد الله يرحمهم الوالدين. دابا انت حاليا اخويا داير الحديد، ولكن راه دابا حاليا ما خدام ما والو، يعني حياتك دابا حاليا واقفه. كنت كنخدم معايا في السيرفيس، نهاراتي كنجبد عليه، نهاراتي اللي جبتو كنصيرو، وما كنتش داير بحساب شي نهار غادي يوقع في عمي هكا. ايوا كتاب الله، ما عندي ما ندير هادشي اللي كاين. خويا انت المعيل ديال الاسره، دابا هاد الاسره ما كاينش اللي غيدخل عليها كيف ما كنقولوا تا خبز، لا ما اللي كاينش، كيخدم راك دابا انت شاد الفراش حيتش مهرس من رجليك. هذاك الشيء اللي كاين. اخويا شنو النداء ديالك؟ انت دابا حاليا ما كطالب حتى شي حاجه، كطالب غير الناس انهم هادشي اللي يساعدوك مؤقتا بما رجعتي تعالجتي ان شاء الله ورجعتي وقفتي على رجليك. هذاك الشيء اللي كاين. النداء ديالي على المحسنين الله يرحمهم الوالدين، لا كان شي واحد اللي غادي يعيد غير على محسن. وقفت على رجلي ورجعت لخدمة شي شيء. يا خويا دابا انت ما كنتيش كتوقع هادشي ما غيوقع كنتش لك. كنتوقع هادشي، وكتهز حتى موطور، كتهز فلوس باش من البنك باش نشري موطور، كنخلص لي طريطات من الشهر للشهر. يعني الموتور باقي هو خاصو يتخلص، عندك تنخلص نهار مسؤوليات واحد في الشهر. بزاف. ايوا هادشي اللي كاين اختي، لا والله يعني دابا الحالة المادية ديالك تأزمت حتى الكرا، بزاف. حتى هو طلقت الكرا على الناس اللي عطاوني المحل هذا، فين تسدد طاني راسي ونعطيهم المحل. امتى وقعت لك هاد الاكسيدون؟ وقعت لي نهار 9 في هاد الشهر يعني من 9 لهاد تقريبا نقول دابا قريب شهر، يعني تأزمات القضية عندك. هذاك الشيء اللي كاين الله يرحمه. خويا نداءك الأخير للناس اللي قادرين أنهم يساعدوك ويعاونوك. الناس الله يرحم لهم الوالدين، اذا قدر شي واحد يتعاون معايا ولا شي حاجه، غير في المصاريف ديالي والدوايات ديالي والطريطه ديالي ديال البنكه وهادشي اللي كاين. الرقم ديالك اخويا ديال التليفون شحال؟ الرقم ديالي 0635 34 35 34 82 53 82 53 53. مشاهدي قناة شوف تيفي، كيف ما كتشاهدوا معنا، هاد الشاب اللي كان ضرب واحد الكلب في الليل طاح بالموتور، للأسف التأمين ما كيعوضش بحال هاد الأمور، خاصة قالوا لي ما كاينش
ما كاينش شي حد ولا ما كاينش شي حفره في الطريق ولا ضربك شي حد، ما كاينش هذا الشيء نهائيا، لا ما ما فيهاش كيعوضوش لا في هذا سلاح الشيء، مهدد. يعني ما تفتحش ليه الملف نهائيا في هذا الشيء اللي وقع ليه. دابا هو حاليا ما عندوش باش يتعالج، خاصه انه هو المعيل ديال هذه الاسره. فاش كنقولوا معيل الاسره، راه هو اللي كيدخل عليهم شنو غياكلوا شنو غيشربوا، لدرجه كيف ما سمعتوا ان الكرة خرجوه من الكرة بسبب انه ما عندوش باش يخلص، غير واحد الناس اللي الله يجازيهم بخير هما اللي ساعدوه. وكنتمنى حتى نتوما الناس المحسنين اللي داخل وخارج ارض الوطن انكم تواصلوا مع هذا الشاب وتساعدوه وتعاونوه، باش ان شاء الله يلقى قلوب رحيمة اللي تساعده في هذه المحنة. ان شاء الله كل شيء غادي يدوز، وان شاء الله اللي جاي يحسن، ولكن بغيناكم انكم تساعدوه في هذه المحنة ان شاء الله، باش ما يبقاش في هذا الوضع هذا، خاصة كيف ما قلنا أن عنده أسرة، عنده مسؤولية، عنده وليدات صغار. الله يجازيكم بخير. الرقم هو 06-35-34-82-53، هذا هو الرقم ديالو. هنا مشاهدينا، بقى لي إلا نودعكم، نتلاقاو في بث آخر. بالسلام عليكم.